خلينا أخذكم إلى خبر آخر. أعلن حساب موسم الرياض عن مفاجأة فنية بعرض مسرحية تجسد ملحمة بدوية شهيرة وهي نمر بن عدوان. المميز في هذه المسرحية أنها ستكون من بطولة الفنان النجم خالد عبد الرحمن ابتداء من 25 من نوفمبر إلى 30 من نوفمبر. يعني أول شيء نقول مبروك لدخول خالد الرحمن لعالم التمثيل عفوا. ف قال لي الكنترول ثاني مره انه هو داخل. هو سوى مسلسل قبل كذا في رمضان والحين مسرحية. اعتقد هذا اول عمل مسرحي بالفعل. الف مبروك لك ان شاء الله ونتمنى لك التوفيق. ريم ايش رايك بدخول الفنانين الان لعالم التمثيل؟ انا اقول لك ليش، لانه بالفعل بنشوفها بكثره الان، لانه نفس الفيلد او الحق حق التمثيل والانتاج والمسرحيات تحديدا اصبحت بمعايير جدا عاليه. يعني يمكن زمان الواحد كان يتهرب يقول لا يعني الانتاج وحش، الكتابه وحشه، المحتوى وحش، المستوى والمعايير حقت المسرح مثلا ما هي بالمستوى العالمي اللي انا بتطلع له. لكن اليوم اصبحت المنافسه صعبه، لانه بالفعل صار في امكانيات قويه، في كتابه رائعه، في احترافيه. يعني ما حيجيبوا المغني او الاعلامي اللي متجه الى التمثيل هو فقط حيرموه في المسرح ده، في تدريبات مكثفه خصوصا لما يكون متبنيه من هيئه المسرح ومن هيئه الترفيه، فبيكون فيها تدريبات كثير ومكثفه عن اساسيات المسرح وغيره. انا بالعكس انا اشوف هذا الانتعاش الكبير اللي بنعيشه في المسرح تحديدا جدا جدا جميل ويبشر بالخير. يعني عندنا كوادر وطنيه رهيبه صراحه. اكيد انا معك بهذا الموضوع بالذات ومستانسه ومبسوطه. خليني اسالك انت كيف دخولك لهذا الشيء؟ كيف احساسك؟ انا جدا مبسوطه الحمد لله، لانه بدايتنا صح، لانه البدايه لما تكون صح فيها دراسه اكاديميه وتاسيس صحيح وتوجيهات صحيحه، وبعدين بنجيب من خبرات من الخارج، بنتعلم من الخارج، بنتعلم من الناس لهم باع طويل خصوصا في المسرح. والمعايير زي ما قلت لك يقول اليوم اصبحت عاليه سواء عند هيئه المسرح او عند هيئه الترفيه. يعني واصلا حتى المشاهد السعودي ما صار يرضى بالقليل او بيرضى بمستوى يكون مثلا عادي او بسيط. لا انا اليوم لما اروح ادفع عشان اشاهد مسرحيه واخذ عائلتي انا متوقع اني حاشوف حاجه عمري في حياتي ما شفتها. صحيح وهذا اللي بنشوفه اليوم في موسم الرياض. صحيح. عموما مشاهدينا الكثير من الفقرات في انتظاركم، ولكن بعد فاصل قصير.